تحية لكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ الباحث نبيل صافية في متابعة لمحاور مشروع تطوير الإعلام الذي تقدم به لرئاسة مجلس الوزراء، وهو دراسة مسجلة لدى رئاسة مجلس الوزراء عبارة عن مجموعة آراء تطويرية لعدد من الوزارات في ضوء مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد. كنا في حلقات ماضية قد توقفنا عند محاور هذا المشروع، اليوم نستكمل المحاور الأخيرة منه في لقائنا مع الأستاذ نبيل صافية. أهلا ومرحبا أستاذ نبيل. أهلا وسهلا فيك. الباحث في الإعلام واللغة العربية، وحضرتك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي السوري وعضو اللجنة الإعلامية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا. أهلا ومرحبا أستاذ نبيل. يا أهلا وسهلا فيكم. شكرا. إذن اليوم حلقتنا متابعة، لكن أود في البداية أن أسألك عن الدافع الشخصي لهذه الدراسة. طبعا هو لا شك دافع شخصي مهني وطني، لكن هي دراسة خاصة، يعني هو بحث قمت به، ما هو الدافع الشخصي لذلك؟ بداية طبعا كل الرحمة لشهدائنا، شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين، والأمل بعودة المهجرين والمخطوفين إلى ذويهم وأهليهم والشفاء للجرحى. طبعا انطلقت في البداية من أقوال السيد الرئيس ونظرته للإصلاح الإداري ورؤيته الشمولية للتطوير في سوريا، وخصوصا في أثناء حديثه أمام السادة الوزراء قبل فترة من الزمان عندما دعاهم إلى الإصلاح الإداري وقدم مشروعه لتطوير سوريا عبر الإصلاح الإداري، فكانت هي النقطة الرئيسة والركيزة الأساسية التي قمت بالعمل بموجبها وفي ضوئها، فكانت الدوافع كثيرة. طبعا هذا أحدها. الأمر الثاني الذي أعتبره من الناحية المهمة جدا أن الإعلام في سوريا أو الإعلام بصورة عامة يمثل وجهة نظر الحكومة أو الدولة في أي توجه لها، إن كان من الناحية السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية، في أي رؤى تقدمها. وكان الإعلام السوري بعيد إلى حد ما عن هموم الناس، عن تطلعاتهم، يمثل رؤية واحدة فقط يقدم بموجبها رؤاه وتطلعاته، إن لم يكن رؤى الحكومة وليس رؤى الشعب. لذلك عندما درست هذه أو قدمت هذه الدراسة كنت قد قدمتها انطلاقا من هموم الناس وما يرغب به الناس عبر إعلامهم السوري. نعم، يعني الأسس اللي ارتكزت عليها، يعني حضرتك يعني نقول كباحث في اللغة العربية، اهتمامات إعلامية، ملاحظات، هل هي ملاحظات خاصة أم هي يعني انطلقت من بحث كملاحظات موضوعية وجدت حضرتك يعني لمست بالبداية، وأيضا ربما طلعت على آراء شريحة كبيرة من المشاهدين من المواطنين؟ طبعا هي ارتكزت فيما ارتكزت إليه إلى آراء عدد من المشاهدين، إضافة طبعا وفي موضوع الخطاب الإعلامي، وطبعا هناك نظرة إعلامية نريدها أن تكون في حالة ارتقاء وأفضل من واقعها الراهن في موضوع الخطاب الإعلامي. هذا الأمر السلبي في التلفزيون العربي السوري أو في الإعلام السوري هو ضعف الأداء في الخطاب الإعلامي، نريده أن يكون أفضل. ومن هنا أيضا هي كانت إحدى هذه المرتكزات التي قمت بأثنائها أو في الدراسة الدافع مجدها. يعني نعم. الدافع لذلك، هل تعتبر وجهة نظر شخصية أم يعني عامة؟ يمكن أن تكون نظرة شخصية، لكنها اكتسبت ناحية استراتيجية لأنها أدت إلى تطوير الإعلام بصورة عامة برؤية تطويرية، وكما قلت قبلا لقيت قبولا من السيد الوزير ورآها إيجابية جدا وبدأ العمل بها وفق ما قال. نعم لي نعم. طبعا هي دراسة من 17 بندا أو محورا سجلت في رئاسة مجلس الوزراء، يعني هي نلت عليها شهادة. نعم. بمعنى هي مسجلة يعني توزع إلى الوزارات المعنية اللي هي صحيح. وزارة التربية والإعلام والمصالحة الوطنية للعمل بها والاستفادة من طروحاتها، ونحن بدورنا أيضا نطرحها عبر هذه اللقاءات. طبعا. كنا في لقاءات سابقة أستاذ توقفنا عند المحاور اللي كانت بالدرجة الأولى هي تصويب لبعض المصطلحات التي ترد في الإعلام السوري، وأنت كنت يعني تجد بأنها تستخدم ربما خطأ أو قد تؤول إلى معاني أخرى. هناك تصويبات وجملة يا ريت حتى لو توضع بكتاب يعني يكون مرجع للكثير من العاملين في هذا المجال. أيضا طرحنا يعني بإطار الاستراتيجية الإعلامية
طبعا كلها على ضوء المشروع الأداء الإعلامي، حرية الإعلام، حرية الصحفي، اعتماد المعايير الدقيقة، إعادة دراسة المجلس الوطني للإعلام، التأثير باتجاه الشباب والشارع السوري، متابعة الأداء الإعلامي، التأهيل والتثقيف، تكريس الوسائل في والتقنيات في الأداء الإعلامي بشكل عام. اليوم نتابع المحاور المتبقية. نتوقف أولا عند موضوع سرعة الخبر ومصداقيته. فيما يتعلق بالسرعة والمصداقية، طبعا قبل أن أتحدث عن هذا الجانب سأشير إلى هذا وفق ما قال السيد الرئيس تاريخ 20 من الشهر 6 لعام 2011، قال: المصداقية هي التي شكلت أساس العلاقة بيني وبين الشعب والتي بنيت على الفعل لا القول. هذه نقطة هامة، هي محور عمل يمكن أن تقوم به الحكومة كلها وليس وزارة الإعلام، لأن يكون عملها قائما على فعل تكتسب من خلاله ثقة الشعب بها كعمل حكومة. طبعا أنا هنا أقصد وليس فقط وزارة الإعلام. وعندما يمتلك الإعلام السرعة والمصداقية في عمله يستطيع أن يدخل إلى قلوب الناس وعقولهم عبر امتلاك ثقتهم، وليس بالأمر اليسير أن أحصل على ثقة الآخرين بي. بلحظة معينة قد أخرب هذه الثقة، ولكن أحتاج إلى زمن طويل حتى أكتسب الثقة. نعم. إعلامنا السوري إلى حد ما لم يكن في حالات كثيرة يراعي موضوع السرعة والمصداقية. أقصد من هذا، ولدي أمثلة كثيرة طبعا على هذا الأمر، يمكن أن أذكر بعضا منها. بتاريخ 29 من الشهر 8 لعام 2017 في قناة الميادين، كانت قد أشارت لاستعادة الجيش العربي السوري قرية الوهابية شرق حمص في تمام الساعة 3:45 عصرا. بالعودة إلى قنوات التلفزيون العربي السوري المختلفة، وكان منها سوريا دراما، وجدتها قد نقلت مختارات درامية وتغنت بهذه المختارات ولم تتحدث عن هذا الموضوع أبدا. الفضائية السورية الأساسية كانت تقدم مسابقة وطنية عن أولمبياد الروبوت الوطني، ولم يتم إثبات الخبر أو نفيه لا من قريب ولا من بعيد، حتى لم يتم التطرق إليه أبدا. المثال الثاني هو من قناة روسيا اليوم في فجر يوم الخميس اليوم 7 من الشهر 9 لعام 2017، كان هناك خبر استهداف البحوث العلمية في شرق مصياف بريف حما من قبل الطيران الصهيوني في الساعة 8:00 بث هذا الخبر. وعند فتح قنوات دراما والعودة إليها وجدتها أنها تبث مسلسل شوق، وكان هذا المسلسل يبدو أهم من الخبر. الإخبارية السورية انتظرت بيان وزارة الدفاع حتى بثت الخبر بعد هذا الأمر بساعات. مثال ثالث، في اليوم 3 من الشهر 9 أيضا لعام 2017، كانت قنوات متعددة منها الميادين قد تحدثت عن إطلاق قوات سوريا الديمقراطية قناة فضائية باللغة العربية لترويج الفيدرالية وتقسيم سوريا، هذا طبعا شمال سوريا في محافظة الحسكة، على قمر نيلسات اسمها اليوم، وتمثل الجناح السياسي لتلك القوات. القنوات الفضائية السورية وحتى وكالة الأنباء السورية لم تشر إلى هذا الأمر نهائيا، وهذا الأمر له خطورته فيما لو استمر. عندما نجد دولة أو عفوا عندما نجد مكون سوري يسعى إلى تقسيم سوريا دون أن تعبأ به وزارة معينة، فهذه أعتقد أمر غير مقبول. هذا جزء من يعني هي مكون التقسيم. أحد المكونات السورية طبعا. يمكن عندما تسعى إلى تقسيم سوريا فنحن طبعا لا نحبذ هذا ولا ونرفضه، لأننا نتمسك بالثوابت الوطنية. فأين الإعلام؟ هي كلها إعلامها أو منبرها هذا الإعلام أيضا غير مقبول. مثال أيضا رابع إذا أردت، في قناة روسيا اليوم نقلت خبرا عاجلا عن وزارة الدفاع الروسية، قالت إن قوات الجيش العربي السوري تفك الحصار عن دير الزور، وهذا أمر مهم جدا. بالعودة إلى قناة سما الخاصة، كانت تبث الخبر مباشرة من الأراضي التي يقوم الجيش العربي السوري بفك الحصار عنها. أما القنوات الرسمية فكانت بعيدة كليا عن هذا الأمر، وانتظرت لساعات حتى بدأت البث حول هذا الأمر. هذه أمثلة طبعا مهمة. طيب. وينبغي التوقف عندها. أستاذ، يعني طبعا هذه الطروحات أو حتى هذه الانتقادات كثيرا ما تطرح، يعني ويسأل
دائما عن أخبار مهمة قد نجدها في قناة أخرى قبل أن تبث في قنواتنا يكون الإجابة يعني. ومؤخرا السيد وزير الإعلام في محاضرة له في جامعة تشرين تم طرح مثل هذا يعني الكلام أو يعني الطرح نفسه بموضوع تأخير الخبر أو أنه نحن نشوفه بقنوات أخرى. أجاب بأنه نحن دائما وأنا بعرف حتى نحن من سنوات من بداية الحرب وبشكل عام أنه نحن نتوخى الدقة يعني نحن قناة رسمية لا يجوز أن نسرع بنشر خبر لم نتأكد من كل تفاصيله وأبعاده. يعني ذكرت حضرتك لا رجعوا لوزارة الدفاع لحتى أخذوا المعلومات الدقيقة. نحن نتوخى الدقة بهذه الحالة لا يمكن كقناة رسمية أن ننشر خبرا يعني نكون مسؤولين عنه 100%. تماما هذا الكلام. بينما صحيح. قنوات أخرى هي قنوات إما خاصة أو هي ليست قنوات رسمية ربما هي وحدث أنه أحيانا أذيعت أخبار رجعوا بعدين صادقة. لم تكن صادقة واعتذروا أو يعني بشكل أو بآخر أكدوا عدم مصداقيتها. لكن هل ننتظر 4 ساعات حتى يبث خبر وخبر موجود سمع به أو تناقلته حتى وكالات الأنباء وتناقلته صفحات التواصل الاجتماعي عبر صور وثائقية حتى يتذكر التلفزيون العربي السوري أو وزارة الإعلام ما كان يتناقل عبر وسائل التواصل؟ إذن هذا يعني وجهت هذا البند موضوع سرعة الخبر والمصداقية استنادا إلى هذه الأمثلة وغيرها طبعا. إذن ما هو المطلوب على ضوء دراستك أيضا؟ السرعة في نقل الخبر وأن يكون صادقا أن يكون مقنعا أن يثبت عبر أدلة. أعرف أن هناك من ينقل الأخبار طبعا من الإعلاميين الحربيين ميدانيا فهذا الأمر مهم جدا لعملهم أن يكون متوازيا بخبر صادق. طبعا هم لا يمكن أن يلفقوا أخبارا فينقلونها كما يرونها وبالتالي إذا كانوا لا يحسنون التعامل فيمكن القيام بدورات لهم حتى يكون عملهم أكثر إتقانا. أما أن نترك الأخبار بعد ساعات لأسمعها من قنوات أخرى ثم يأتي بعد ذلك لأثبت لذاتي أن التلفزيون العربي السوري قد بث الخبر لأقنع ذاتي بما قاله فهذا أمر أعتقد أننا بعيدون عنه وينبغي أن نكون بعيدين عنه. نعم. في بند آخر ركزت أيضا أو طرحت يعني في المشروع الهيكلية الإدارية والتعددية السياسية ونسأل هنا يعني كيف قدمت هذا الطرح يعني وكان له علاقة بمشروع تطوير الإعلام؟ سيدتي الكريمة إذا كنت تذكرين السيد الرئيس دائما في خطابه والقائد المؤسس القائد الخالد دائما يتحدثون عن المواطنة وضرورة الإنسان أن يكون مواطنا عربيا سوريا. هم لا يتحدثون لفئة معينة لحزب واحد أو لجهة معينة يتحدثون عن الإنسان العربي السوري بكل اتجاهاته بمختلف اتجاهاته الوطنية. وإذا كنا نتذكر أيضا أمثلة على ذلك كثيرة وقبل أن أتحدث عن قانون الأحزاب الذي صدر وفق مجموعة التطوير الإداري أو التطوير السياسي لسوريا في عام 2011 تحت رقم 100 طبعا ومادته 27 كانت قد تناقل أو نقلت الحديث عن التعددية السياسية وأشارت إليها بقولها على وسائل الإعلام كافة تمكين الأحزاب وبالتساوي من استخدامها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين. هذا أمر مهم جدا في قانون الأحزاب فإذا كان القانون قد أشار إلى التعددية السياسية أليس أولى طبعا للحكومة كاملة بمختلف اتجاهاتها ووزاراتها أن يكون لهذه الأحزاب دورها والسيد الرئيس أوعز لأن يكون لهذه الأحزاب دورها وقد تحدث كثيرا عن هذا. لكنك قرنته مع الهيكلية الإدارية. نعم. ما المقصود؟ سأشير إلى هذا وفق ما قال السيد الرئيس في 20 من الشهر السادس قبل حوالي 6 سنوات خلق قال قانون الأحزاب يغني التعددية الحزبية ويفسح المجال أمام مشاركة أوسع للتيارات المختلفة في الحياة السياسية وبالتالي هو الذي فتح المجال للمشاركة السياسية وطبعا لمختلف الأحزاب في هيكلية الدولة. وقال أيضا من شأن هذه القوانين وهذه الحزمة السياسية التي ذكرتها أن تخلق واقعا سياسيا جديدا في سوريا من خلال توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الدولة
وجعل المواطن مسؤولا يساهم في اتخاذ القرار والمراقبة السياسية. إذن أقواله كانت هي خطة العمل التي ينبغي علينا أن نعمل بموجبها. وما ذكرته عن الهيكلية لوزارة الإعلام أو حتى في التربية أو حتى الثقافة أو أي وزارة، كلها وضع خطة لنا السيد الرئيس للدولة لكل العاملين فيها حتى يقتدوا بكلامه. وإذا لم أكن أعبأ بكلامه فأعتقد أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم. كمواطن سوري علينا دائما أن نعمل بما يقوله وبما يوجه به السيد الرئيس. وكانت هذه النظرة طبعا لما قال في ضوء الإصلاح الإداري الذي يعني ألا تعتقد أن كل الأحزاب السياسية يعني أعضاءهم مشاركون أيضا بالدولة؟ يعني أيضا في تاريخ يعني التعددية السياسية موجودة في سوريا من سبعينيات القرن الماضي، وهي إحدى منجزات طبعا وصلت بالديمقراطية نوعية عبر الجبهة الوطنية التقدمية. ولكن أنا هنا أود الإشارة إلى أن بشكل طبعا دقيق ينبغي لكل مواطن عربي سوري له الحق أن يتبوأ مكانا طبعا لخبراته لقدراته، وحتى بالعودة إلى القرارات السورية إذا أرادوا أن يعينوا إنسانا ما فيمتلكوا، فمن جملة المعايير التي تعتمد الشهادة والخبرة والنزاهة، وليس انتماؤه لهذا الحزب أو ذاك. فالإنسان السوري إنسان مواطن عربي سوري صان حقه الدستور والوطن والجميع. والدستور أيضا في مادته الثامنة الجديدة أشارت إلى التعددية السياسية، فإذا لم أعمل بالدستور وبقانون الأحزاب فبأي قانون سأعمل؟ نعم. أيضا ننتقل إلى محور آخر، هو يعني المحور الهام جدا، وهو هاجس الحقيقة، هاجس لدى الإعلام وكل وزارات الدولة، هو موضوع مكافحة الفساد والاقتراب قدر الإمكان من هموم المواطنين، هموم الشارع السوري. وربما يكون الإعلام هو الأكثر يعني فاعلية في هذا المجال، وهو المعني أكثر من وزارات أخرى بهذا الموضوع، لأنه ربما يستطيع كشف الفساد في وزارات مختلفة في مفاصل مختلفة. كيف تنظر أيضا إلى هذا المحور، أو كيف قدمته عبر طرحك؟ سيدتي الكريمة، أود فقط الإشارة في الحديث عن معاناة الإنسان والفساد، وأعود قليلا إلى موضوع المواطنة. في المواطنة لها أبعادها، كان منها بعد قانوني وهو الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولها بعد اقتصادي اجتماعي بإشباع الحاجات المادية الأساسية للإنسان وهي تتعلق بهموم الإنسان والحديث عنها، وبعد ثقافي يعنى بالجوانب الروحية والنفسية للأفراد والجماعات على أساس احترام خصوصية كل فرد وطائفته واتجاهه السياسي دون تهميش لأي فئة. فيما يتعلق بالفساد طبعا السيد الرئيس كان قد أشار في معظم خطاباته إلى حالات الفساد، وكان آخرها في اجتماعه بالسادة الوزراء الاجتماع الأخير بهم عندما أشار إلى الفساد وضرورة مكافحة الفساد ودرئه وحتى الحد من انتشاره عبر وسائل عديدة. وطبعا بعض السادة الوزراء قد عملوا بهذا الأمر، وكان منهم الأستاذ عماد سارة في أكثر من جانب بدأ العمل، وهو أنا أعتقد أنه أول وزير قد عمل في هذا الاتجاه في محاربة الفساد ومكافحته. وطبعا وزارة الإعلام والتربية والثقافة أساس العمل في محاربة الفساد. إذا كنا نتذكر طبعا ما قال في هذا الاجتماع، قال لم تتم ملاحقة الشخص الفاسد فقط، إنما يجب ضرب البيئة الفاسدة بما يخفف من أولئك الموظفين أو المسؤولين الفاسدين، وعندها تصبح عملية المحاسبة والملاحقة أسهل وتصل إلى نتائج أفضل. وحول موضوع مكافحة الفساد في الاجتماع ذاته قال تأتي المكافحة عبر تبسيط وتسهيل المعاملات والإجراءات اليومية التي يحتاجها المواطن، ومن واجبنا أن نجعلهم يرون هذه النتائج وفي مقدمتها مكافحة الفساد. وهنا كان يشير إلى الشعب العربي السوري الذي ضحى وصبر، من حقه أن يرى أمرا مهما في محاولة طبعا هذا ما وجهه السيد الرئيس للسادة الوزراء في الحكومة. لكن حضرتك يعني عم نحكي عن مكافحة الفساد في إطار الإعلام، كيف ترى يعني ربما الآليات، كيف قدمت آليات محاربة الفساد عبر الإعلام؟ كيف؟ طبعا هناك آليات عديدة يمكن أن يقوم بها الإعلام في محاولته لكبح جماح الفساد بصورة عامة. كان منها
كمثال طبعا أقول أذكر بعضا من الآليات التي وضعتها: فتح قنوات اتصال وتواصل فعالة مع المتضررين من قضايا الفساد لإيصال شكاوى المواطنين. أيضا التسويق الجيد لموضوع محاربة الفساد ومكافحته والحد منه وتعزيز مفهوم النزاهة. أيضا تقديم مع تعاميم دورية إعلامية عبر برامج تخص مكافحة الفساد لتكون أيضا في محاولة للحد منه ودرءا له ووقاية منه، وهذا طبعا ما وجه به السيد الرئيس كثيرا. أيضا يمكن أن نقوم بإنتاج برامج تفاعلية من أجل شكاوى الناس عموما وما يخص حالات الفساد التي يمكن أن تكون مستشرية في المجتمع العربي السوري بصورة طبعا عامة. قال السيد الرئيس أيضا في خطابه أثناء طرح مشروعه للإصلاح الإداري إن الفساد يقف عائقا في طريق الإصلاح الإداري، وانطلاقا من هذا الكلام وضعت حالة الفساد أو الإشارة إلى الفساد عبر آليات متعددة في ضوء طبعا ما قاله ووجه به في الدراسة. فيما يتعلق أيضا بالإعلام يمكن أن يساهم في ليس فقط في برامج، يمكن من برنامج معين كمثال برنامج ثقافي أن يوضع فقرة معينة ضمن إطار البرنامج عن الفساد في حالة الثقافة، عن الإعلام الرياضي حالات الفساد في الرياضة وهكذا. يكون الفساد متنوعا، وطبعا لا تخلو دولة من حالات الفساد الكثيرة. نعم، يعني ترى حضرتك أنه البرامج التي تطرح اليوم أو حتى ما يكتب في الصحافة في كافة القنوات هي غير كافية؟ يعني كان هناك توجه منذ سنوات، يعني أيضا مع مجريات الحرب وتداعياتها أصبحت هناك يعني على شاشاتنا الوطنية وفي صحافتنا حيز كبير للحديث عن فساد المؤسسات، عن الخلل، عن السلبيات. برأيك هذا يعني غير كافي اليوم؟ ربما تكون هناك حالات أكثر فاعلية؟ نحن طبعا نتمنى لو أن هناك برامج خاصة عن حالات الفساد. ما المانع؟ طبعا أنا في حياتي لم أرى في الإعلام السوري، رغم أننا سمعنا كثيرا عن فاسدين تم إقصاؤهم عن عملهم، لكنني لم أسمع في تاريخ حياتي أن إنسانا ما سين من الناس قدم عمله أو ما قام به من حالات فساد عبر التلفزيون العربي السوري بإحدى قنواته. فما المانع إذا كان ليكون عبرة لغيره؟ نعم، يتقدم نبذة عنه عن حالات الفساد التي قام بها. ألا يعتبر للقضاء؟ يعتبر تشهير، يعني هو هذا دور القضاء. يعني هلا في ملف ثبت، ما المانع أن يعلن هذا دور القضاء وعادة وأن يعلن عن حالاته أو لا يعرف إلا بعد أو على الأقل على حالة الفساد التي، لأنه حتى نحن إذا في مجرم نكتب قام ميم سين ما بنقول اسمه. تماما، يعني ما المانع بغض النظر عن أي اسم؟ طبعا هنا لا أذكر هو حالة كشف حالة الفساد يعني وليس حالات إذا كانت كثيرة فلتعرض حالة واحدة أو أكثر لتكون عبرة لغيره حتى يبتعد عنها. نسمع من سمعنا كثيرا عن حالات عديدة، يمكن أن تكون حالة خاصة، يمكن أن يكون برنامج خاص، يمكن أن يكون في فقرة ضمن إطار برنامج، لكن ألا يتحدث عن هذا الأمر فهذا أعتقد بعيد عما أراده السيد الرئيس. نعم، وعما كان وحتى يوجه أيضا إليه. الصحافي ممكن أنه يكون في يعني على صفحات صحفنا بشكل عام أن يكون كمان هامش ربما أكبر للتعبير والكتابة عن حالات الفساد. طبعا حالات الإعلاميين أو كثير من الإعلاميين يخشى الحديث عن أي اسم أو عن أي حالة من حالات الفساد. ليش يخشى؟ برأيك ليش بيخاف الإعلامي أو حتى رئيس التحرير؟ ممكن حدا إعلامي صحفي أدى المقالة وتكون بيقولوا له هي يعني ممكن ما ينشرها، بيقول له هي تسمية مثلا. طيب ليه؟ يعني ليه هذا الخوف مثلا؟ لأنه ليس له حصانة، لأن ليس له حرية تعبير، رغم أن الدستور صانها وقدمها، لكن على أرض الواقع ينبغي أن ترعى. وقد تحدثنا عن هذا الأمر، وأنه هو في حالة أنه بدون إثباتات يعني طبعا ينبغي أن يوثق هذا الكلام بأدلة. نعم، بقرائن وليس جزافا. الهدف هو التشهير بالتجريح الناس. ألا ترى بأنه هذا دور القضاء أكثر منه دور الإعلام؟ الإعلام ممكن يكشف، يمكن أن يشير يضيء على حالة ما، لكن أن يأتي دائما بالوثائق بالأمور هاي هذا بيصير دور قضاء، يعني بيصير هو محقق وليس صح. نحن عندنا الإعلام الاستقصائي والإعلام التحقيقات. نعم، لكن هي
يعني الى اي حد هي تاخذ حتى الدور القضائي، دور المحقق الحقيقي؟ طبعا القضاء له دوره وهذا شأنه فيما يفعل. انا هنا طبعا لا نقصد ان يقحم ذاته اي الاعلام محل القضاء، هو يقدم ممكن معلومه يمكن تمام. ان يقدم أن وما المانع بعد حالتي اصدار قرار قطعي من القضاء أن يشار إلى ما فعله سين من الناس وحكم عليه مثلا بعدد من السنوات السجن مثلا لسبب ما لظرف ما، فهذا الأمر لا قدم قبل ولم يقدم بعد حالة إقصاء بقرار قضائي. يذهب يأتي إنسان معين أيا يكون ويذهب دون إشارة إلى عمله إن كان سلبيا أو إيجابيا وحالة الفساد التي قام بها. طبعا أتمنى أو نتمنى طبعا أن تعطى هذه الأهمية أو تعطى هذه الجوانب بعض الأهمية في الإعلام السوري. وأود الإشارة إلى ما قاله السيد الرئيس فيما يتعلق بهذا الجانب إذا سمحتي. الظروف التي نمر بها تقتضي منا المزيد من الجرأة والصلابة والشعور بالمسؤولية، فمن لا يمتلك شعورا بالمسؤولية كيف له أن يعمل؟ ومن لا يمتلك جرأة فإذا كنت في كل كلمة أخشى من عواقبها فلا أستطيع أن أتحدث بكلمة. ينبغي امتلاك الجرأة. طبعا قال السيد الرئيس عن هموم الناس، وكثيرا ما كان يتحدث عن هموم الناس. التواصل بين المسؤول سواء كان في السلطة التشريعية أم في التنفيذية هو حاجة المواطن كي ينقل همومه، ولكن هو حاجة أكبر للمسؤول، لأن نجاح المسؤول في أي سلطة سواء كانت تشريعية أم تنفيذية مرتبط بشكل مباشر وله صلة وثيقة بعلاقته مع المواطن وقدرته على التفاعل مع هذه العلاقة وقدرته على استخلاص الأفكار والخطط والرؤى المنبثقة من طموحات وطروحات المواطن وحاجته لحياة أفضل. إذا كان دائما السيد الرئيس يوجه للاهتمام بمعاناة الناس. نعم، وهذا التوجيه ليس فقط لوزارة الإعلام وإنما لكل الوزارات، هي معنية بتطبيق تماما هذا التوجيه وهذه التوجيهات عموما. فيما يتعلق أيضا بالإعلام نتمنى طبعا أن يكون أكثر تفصيلا. نأتي إلى مثلا أحد السادة الوزراء بغض النظر عن أي اسم قام بمثلا توقيع اتفاقية اقتصادية ثقافية أيا تكن، في المحصلة ستعود بالمنفعة على الشعب العربي السوري لأن كل الوزراء يعملون من أجل الشعب العربي السوري. لا نرى في الإعلام إلا خبر يأتي عاجلا، وقع السيد الوزير مع الجانب كذا اتفاقية تحت مثلا المسمى الاقتصادي الثقافي أيا يكن. ماذا تضمنت هذه الاتفاقية؟ ماذا على عن الشعب العربي السوري؟ هل نقلت همومهم ولا شيء يذكر إطلاقا؟ يعني أنت هذه مع التفصيلات كان ينبغي البنود الاتفاقية كلها مثلا أن تعلن يعني عبر الإعلام أن يشرح بعض منها أن تحلل بعض جوانبها. لا نرى هذا الأمر في الإعلام إطلاقا في أي جانب إطلاقا إلا ما نظر يعني أنا ما رح كتير ناقشك حتى بكون أخذ دور المحامي، لكن هي البنود حضرتك متقدم بها يعني كدراسة إلى رئاسة مجلس الوزراء، ونحن يعني الحقيقة عم نحاول أنه نسلط الضوء عليها، وأكيد هي كلها طروحات مهمة وسواء كان يعمل بها أم نتمنى أن تكون يعني هي أكيد يعني منهج عمل دائم يعني ومستمر. الإعلام دائما هو هاجسه ومتطور ديناميكي ما لا يتوقف عند حد، يعني قد تصبح يوما ما هذه الطروحات قديمة، يعني احنا بدنا نبحث دائما صحيح. عن الجديد. لذلك يعني سننتقل إلى محور آخر وهو أيضا أحد بنود هذه الدراسة هو تطوير الجانب التقني بالإعلام، دور التقانة كحامل للخطاب الإعلامي الجديد. تطوير يعني الجانب التقني في الإعلام، وهذا أيضا من يعني صيرورة يعني و يعني استمرارية واستدامة العمل بأنه دائما هناك بحث عن جديد في الجانب التقني، وهذا أيضا من هاجس يعني وزارة الإعلام. صحيح. طبعا فيما يتعلق بالجانب التقني هنا يمكن أن يكون التقنية عملية وتقنية في الأداء الإعلامي وكلتاهما بحاجة إلى تطوير دائم. التقنية لنقل العملية
من أجهزة وما إلى ذلك. تمام. الفنية والإلكترونية. نعم. والهندسية كله. نعم. هذا مرتبط بالناحية المالية. إذا خصت وزارة الإعلام بإمكانات مالية ضخمة فيمكن أن تؤدي عملها بصورة إيجابية ورائعة جدا. ولاحظنا أمثلة كثيرة من الإعلاميين عندما خرجوا كما ذكرت سابقا خارج حدود الجمهورية العربية السورية وعملوا في قنوات إعلامية خاصة كانوا مبدعين. هم كانوا مبدعين أساسا لكن عندما امتلكوا الناحية المالية وتوفرت لديهم بين أيديهم أصبح عملهم أفضل بكثير. وطبعا في سوريا رغم الإمكانات البسيطة الأقل من البسيطة طبعا مقارنة بغيرها استطاعت أن تقدم صورة لامعة للإعلام ونتمنى طبعا أن يزداد بريقها أفضل كما نأمل. الرؤية البصرية مؤخرا يعني سبق وحكينا فيها بس نعم. إلى أي حد هي ارتقت بالخطاب الإعلامي يعني نحن رؤية بصرية لكن أيضا مع خطاب نحن بحاجة مثل ما قلت إلى العنصرين إلى العاملين أن يرتقيا معا. إلى أي حد تساهم رؤية بصرية ما تغيير في التقنيات إلى الارتقاء أيضا بالخطاب وإلى التأثير أكثر بالخطاب؟ طبعا كلما كان هو أكيد ما راح يغيروا تحرير النشرة أكيد. إذا تغيرت الصورة لكن يصبح أكثر تشويقا تشويقا والمتلقي أيضا يرتاح أكثر بسماعه وتلقيه المعلومات يعني كلها عملية متكاملة لا يمكن الفصل بين مختلف جوانب العمل الإعلامي. وكلما كانت الوسائل أكثر تشويقا وأكثر قربا من قلب القارئ المتلقي عفوا المتلقي كإنسان في الوسائل الإعلام المرئية أو حتى المسموعة يكون هذا الأمر أكثر إيجابا منه وتلقيا وحتى شغفا بهذه طبعاً. القناة أو سواها. نلاحظ دائما طبعا كثير من الناس يعزفون عن القنوات السورية لأسباب عديدة يرون في القنوات الأخرى الغربية ربما أو العربية أنها أفضل من قنواتهم المحلية من الناحية طبعاً الفنية من الناحية يعني الفنية كصورة وصوت بالتمام. هذا الأمر مرده أعتقد ضعف الإمكانات المالية وليس أكثر. وفيما لو توفرت أعتقد أن الإمكانات أو أن هذه الوسائل ستكون أفضل من غيرها. يعني ألم نلمس هذا التغيير والتحسن في من العام الماضي بدأ؟ نعم أعتقد تمام. أنه يعني من العام الماضي بدأ الرؤية البصرية و صحيح. يعني إلى حد ما هي نقول تقنيات عالمية يعني بالنهاية صحيح. مو أنه اجتهادات شخصية صحيح. لكن طبعا هي رؤية معروفة يعني بهذا الجانب. نعم وكنت عم تتحدث عن دور التقني بالجانبين الخطاب الإعلامي وأيضا الأداء الإعلامي الأداء. وأيضا الجانب التقني أيضا من يمتلك أعتقد أتمنى طبعا أن نفرد حديثا خاصا عن مسألة الأداء الصوتي والسمعي والفيزيائي لما لها من أثر في الإعلام وفي محاولة إقناع الناس لأن تقنية الأداء الصوتي أو التنغيم الصوتي لها أثرها الفاعل والنفسي والفيزيولوجي حتى على المستوى الذاتي للإنسان وللمتلقي طبعاً. وطبعا ينبغي أن تراعى في الشاشات الفضائية السورية أو سواء وحتى وسائل الإعلام هي مهنة تماماً. بحد ذاتها ولكن نرى خللا لدى الإعلاميين في هذا الأمر ويصوب دائما هذا الأمر للإعلاميين. حتى في بالأمس كنت قد تواصلت بطريقة ما طبعا مع السيد الوزير حول بعض الأغلاط التي وردت أو بعض الحالات في الأداء للإعلاميين الذين كانوا في الإخبارية السورية مساء يعني إلى تاريخ الأمس يحتاجون إلى عمل ومتابعة وهذا الأمر مهم جدا في العمل الإعلامي طبعاً. وفي الأداء الإعلامي هنا الاحترافية مطلوبة أستاذ. يعني اليوم نحن كمان عندما يخرج مذيع يعني إلى الشاشة على الشاشة ويقدم برامج يعني هون مطلوب الاحترافية الكاملة يعني ما حدا يستسهل هذا الموضوع احترافية بمعنى نحن دائما سبق وحكينا عن التأهيل والتدريب نعم. والدورات التي يتبعها الإعلامي سواء في التلفزيون في الإذاعة أنه يكون على تواصل وتدريب مستمر لحتى يبقي على مستوى من الاحترافية والمهنية العالية تمام هذا الكلام صحيح. أعتقد فيما أعتقد أن الأستاذ الصواف كان مثالا يحتضى في الاحترافية التي يقدمها عبر شاشات التلفزيون العربي السوري وبقي مضرب مثل إلى الآن أعتقد في قدرته على
يعني انشغال الناس به اقناع واقناعهم بما يقدم، حقق نجوميه. طبعا هذا الامر حتما امر لولا تمكنه من الاداء واحترافيته أكيد العاليه لما كان قد استطاع الى الدخول الى قلب كل مواطن عربي سوري. طبعا هذه مساله مهمه جدا، مساله اقناع المواطن العربي السوري تحتاج الى تقنيات عديده، ومنها كان ما بين التقنيات الفنيه والتقنيات الادائيه التي يمتلكها الاعلامي، فهي مساله ذاتيه ومساله حكوميه. نعم. مساله اعلاميه تتبع طبعا وزارة. وايضا ذاتيه وشخصيه بمعنى الاجتهاد الشخصي. تمام. ايضا للاعلامي الى اي حد هو مهم، يعني لا يقف عند حد بانه بادائه، لا يقف عند حد بالتحضير الجيد. يعني احيانا ممكن احنا انه مذيع ما انا مالي حابه يعني احكي نحن من نفس المهنه يعني صحيح. لكن انه وصل لمرحله من الاحترافيه انه ما عاد يحضر مثلا، ما عاد يقرا، يقول لك انا بطلع بقرا على الهواء. بالعكس، هو كل ما كان التحضير جيد، يعني كل ما كان الاداء طالما ذكرت يعني الاستاذ مروان الصواف كان يقال بانه كان يحفظ نصوص، بنشوفوه بالكوريدورات ماسك نص وعم يحفظهم، يعني قد ما بلغ من الحرفيه هو عم يحفظ وبيعيد قبل ما يطلع ويسجل او يطلع على الهواء. فهون هذا التعب الشخصي والذاتي. نعم. مهم جدا يعني انه التحضير الجيد واثمر عن نتائج له. طبعا يذكر اسمه اعتقد على كل لسان سوري، طبعا اعتقد ان كل الشعب العربي السوري كان يتابع. نعم. ما يقدمه اضافه للمرحوم الاستاذ عدنان بوزو كان محلل رياضي. نعم. طبعا وهو اعلام، طبعا عندنا امثله كثير نحن بتاريخ جدا. يعني اعلامنا اكيد، لكن مجرد امثله. نعم. اذا نحن بهذه يعني بهذا المحور نكون قد انهينا او اجملنا المحاور 17 اللي ذكرت او ليس ذكرت، اللي قدمت حضرتك بدراستك كمشروع تطوير الاعلام. الى اي حد اليوم تامل بان يعني يؤخذ بهذه الدراسه الى حيز التنفيذ، ان يعمل بها؟ الى اي حد هي قلت حضرتك طرحتها للسيد وزير الاعلام، كيف تطبق يعني على الأقل بعض بنودها في وسائلنا المختلفة؟ لاحظت كما قلت قبلان أن السيد الوزير كان مهتم بها وأثنى عليها أكثر من مرة، وأعتقد طبعا ما دام أثنى عليها أنه بدأ الأخذ بها. وأذكر أنه قال جملة لا أنساها أبدا، إن أول بند تحدثت به في تطوير الإعلام هو الجرأة، ونحن لم نغير شخصا في وزارة الإعلام، بل كل ما امتلكناه هو الجرأة. وبدأ التحصن في الإعلام طبعا، وهذا الكلام له وطبعا كل الشكر له، لأنه أثنى على عمل قدمته بصفة طبعا شخصية أو عمل شخصي، لقي إيجابا وقبولا من وزارة أعتز بها طبعا وزارة الإعلام، طبعا إضافة إلى وزارة التربية والمصالحة الوطنية. هذه الدراسة أعتقد أن سيكون لها إيجابياتها، نظرا بأنها كانت رؤية استراتيجية طبعا في ضوء مشروع الإصلاح الإداري للسيد الرئيس، هي لم تكن بعيدة عن الواقع وعن هموم الناس وما يريده الناس وحتى ما يريده الإعلاميون، لأنني استطلعت قبل أن ألم بها وأنهيها بصورة تامة، التقيت بعدد من الإعلاميين في دمشق وحما وسواها، ومن ثم وصلت إلى ما وصلت إليه، وطبعا كل الشكر لكل من عمل وساعد وساند. تقوم حاليا ببعض التدريبات أو بلقاءات، ورشات عمل، مشاركة بندوات، يعني لشرح هذه الطروحات، هل إلى أي حد متاح لك ذلك؟ شاركت في المركز الإذاعي لديكم في إذاعة أمواج طبعا عبر أكثر من حوالي 4 أشهر، وبعد رأس السنة طبعا سيكون لنا مرة ثانية حديث عن هذه الدراسة طبعا في ضوء الخطاب الإعلامي للارتقاء به، وكذا الحال في محافظة حما. يمكن أيضا أن تتم، وطبعا جرى حديث عن هذا الأمر في السويداء، لكن إلى الآن لم يطبق بصورة كاملة، أخذ الحديث عنها لأن يمكن أن تطبق الأداء الإعلامي أو الخطاب الإعلامي لدى الإعلاميين في، طبعا وجه السيد الوزير وطلب أن نقدم له بعض المصطلحات وبعض الحالات في التنغيم الصوتي دراسة أقدمها بشكلها المفصل الموسع، إضافة طبعا لما قدمته سابقا، حتى يعممها
على كل المراكز الإذاعية والتلفزيونية في المحافظات، وبالتالي لولا أنها كانت إيجابية أو رآها بصورة إيجابية لما كان قد طلب مثل هذا الطلب. نعم. طبعا وكل الشكر والتقدير له ولشخصه الكريم. أكيد. نحن نتمنى لك كل التوفيق، نتمنى أيضا لهذه الدراسة أن تأخذ يعني مداها في يعني التعمق والأخذ بها وبآليات عملها، وأيضا يبقى التطوير والتحديث هو هاجس شخصي لدى كل إعلامي، وهاجس أيضا على مستوى المؤسسة على مستوى الوزارة ومديرياتها المختلفة. نتمنى التوفيق لنا جميعا في أداء أفضل وتقديم ما هو أفضل وأدق وأسرع وأجمل وأكثر تشويقا في إعلامنا، لنبقي على هذه الرسالة الوطنية نقدمها بكل إخلاص ومحبة. شكرا جزيلا لجهودك أستاذ نبيل صافية، وحضرتك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي السوري وعضو اللجنة الإعلامية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وللمركز الإذاعي والتلفزيوني ولقناة أوغاريت، وألف شكر للمرة الثانية. أهلا ومرحبا بك، وكل الشكر لمتابعتكم مشاهدينا. تحية طيبة وإلى اللقاء.